مفتوح. كل عام وانت بخير. اليوم الخامس النهارده للاعتصام امام السفاره الاسرائيليه، والى الان لم يتم الموقف الذي يريده الشعب، فماذا تعلق؟ للاسف الشديد موقف الحكومه والسلطه المصريه من اضعف ما يكون، وموقفهم اصبح شكله شكل العاجز امام الشعب المصري. والانسان بيتحير حتى في السياسه، اذا كانت اي سلطه لديها قوه شعبيه بهذا الحجم وبهذا التأييد، كيف لا تتخذ قرار سياسي حاسم يلبي رغبه ورد الشعب؟ انا اعتقد ان اللي بيحدث كانه مخطط ان يستمر وجود الشعب بهذه الطريقه، وان يستمر هذا التواجد، وان يستمر الموقف الباهت مع عدوان اليهود على الجنود المصريين بدون رد فعل قوي مناسب لما حدث. اعتقد ان في مخططات بتدبر ليست بعيده عن ضغوط اليهود والامريكان بالنسبه لمصر وتحولاتها في المنطقه. لكن انا احب اوجه رساله من كلمتين سواء للمجلس الوزراء او المجلس العسكري، انتبهوا وافيقوا. مصر لم تعد مصر قبل 25 يناير، مصر بعد 25 يناير، مصر ثوره، مصر شعب، مصر بيرفض العدوان، مصر شعب بيرفض اي انتهاك لحقوقه، مصر شعب بيتطلع ان شاء الله لتحرير القدس باذن الله. الاعتذار يقولون انه ليس اعتذارا رسميا من الحكومه الاسرائيليه، يعني اي لا يوجد اعتذارا رسميا من الحكومه الاسرائيليه لما حدث. هي مجرد كلمات تاسف للاسف الشديد لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو اسلوب غير مقبول مطلقا سياسيا. واعتقد ان الحكومه المصريه ينبغي انها ترتفع فوق الحدث، ويظهر عصام شرف بموقف قوي ولا يستقيل. انا بتساءل، عصام شرف جاء من الثورة بأي دليل حتى الآن؟ أعتقد إن الموقف ده محك شديد ليه، وأنا بقول استقيل أرحم لك وما تحملش الموقف ده تاريخيا، لأن تحملك الموقف ده تاريخيا هيكون نقطة سوداء في تاريخك يعني، وأنت رجل لك مواقفك النصيعة يعني. شكرا أستاذ ممدوح. شكرا.